سؤال، لو جينا نتكلم عن محاضرة لك ألقيتيها في كلية التربية بعنوان دور الإعلام في تنمية المجتمع، وهذه المحاضرة أثارت كثير من ردود الفعل حول ما طرح فيها وما جعل الدكتورة رقية المحارب ونجلاء المبارك يعترضون على الكلام اللي قلتيه. نعم، إيش ملابسات المحاضرة وإيش اللي حصل؟ للأسف النظرة للعمل الإعلامي يعني المفروض تكون غير النظرة السلبية اعترافا بدور الإعلام. أنا نظمت أفكاري ورحت بدعوة من وكيلة الكلية إلى مسرح الكلية، اجتمعوا البنات الطالبات كلهم، قدمت المطلوب مني أن أقدم تجربتي، وبالذات لأنه كل التجربة تقريبا انصبت في الجانب التربوي والاجتماعي وخدمة المجتمع. فكان هدفها أنه نحن نوصل فكرة الإعلام ودوره في المجتمع وتأثيره على تغيير أو متابعة متغيرات المجتمع. اللي حصل تكلمت وخلصت من التجربة وجالسة أنتظر أنا أسئلة البنات، فجاتني أسئلة كثيرة. كانوا البنات متحمسات لأنهم هم يتابعوا الإذاعة، هم عارفين من هي نوال، فكانوا يسألوني مثلا كيف نقدر نحن نصير مذيعات، كيف عملية القبول، ما يعني الظروف. كانوا يسألوا أسئلة مختلفة وأنا أجيب عليها. للأسف سخن الموضوع، اتضح أنه كثير من الطالبات كثير كانوا حابات أنهم يكونوا فعلا بقناعة يسلكوا مسلك مثلا العمل الإعلامي قناعة بتجربتي وبوعيهم. فكانت هناك، ونحن عندنا للأسف في كل مواقع المحاضرات والندوات والفعاليات تجد الداعيات وبعض الأخوات المحتسبات يقفزن لي يعني عرض أفكارهن أو مرئياتهن بس أو ليش هكذا. للأسف؟ يعني مش المجال مفتوح للكل؟ لا، مفتوح، مفتوح الحرية. لذلك إحنا عندما يعني صعدت الدكتورة رقية المحارب، ما حد قال لها أي شيء، رحبنا وطلبت الإذن واستأذنت وتكلمت. المشكلة ما هو هذا، المشكلة إنها للأسف الشديد يعني كأنها تشير إلي وأنا جالسة، وأنا كنت مو متعاونة، كنت رسمية، كأنها تشير إلي وأنا جالسة كنموذج للمرأة العاملة في الإعلام، وأعطت كل صور سلبية ممكن أنك أنت تسمعها عن الإعلام للطالبات، الاختلاط والفساد و يعني تعدي الخطوط والتفسخ، يعني كل الكلام اللي هو سلبي وغير إيجابي عكس ما قلت أنا. يعني أنا بقول إنه هنا لا، في بس انت وصف او ذكر في الاعلام او وسائل الاعلام انه انت كنتي تدعون او تدعين البنات للعمل في الاعلام، وفسر او حسب الرؤية التي ذكرت انه هذه دعوة للتحرر او يعني التمرد. أنا ما دعيت، أنا ما قلت لهم تعالوا، هم بيسألوا كيف نحن وأنا يعني هم جاوبتهم. عندهم رغبة البنات انه أيوه، يشتغلوا. أنا رديت على أسئلة كيف نحن، يعني إيش المتطلبات في الإذاعة؟ قلت لهم اللغة أول شيء، الموهبة، اللغة، الحماس، الرغبة في العمل. طبعا مئات الطالبات كانوا موجودات وأكيد بعضهم كان عندها الرغبة الأكيدة، فأنا ما سويت دعوة، أنا ما قلت لهم تعالوا أشتغلوا، أنا رديت على أسئلة ما هي المتطلبات. المهم الله يسلمها الدكتورة رقية المحارب، لما صعدت أعطت الصورة السلبية السيئة جدا عن المجال الإعلامي، وأقرب إلى يعني أنها قدمت صورة الإعلام السيء في وجودي، وتلتفت إلي وقالت لي مع احترامي للأستاذة نوال بخش. في هذا الموقع للأسف هي ما احترمت أحد، وهي لا تعلم لا هي ولا غيرها الكثير،
لا يعلمون ما هي أجواء العمل الإعلامي عندنا. هو مختلف تماماً عن الصورة أي أجواء أخرى خارج المملكة. إيش هي أجواء العمل الإعلامي؟ ربما ينطبق كلامها على التباسط وعلى الاختلاط وعلى الانفراط في العلاقات والسلوك، ربما صورة خارج المملكة، ولكن نحن في المملكة أخي محمد، إحنا مجتمعنا معروف، أسرنا معروفة، من أساس القيم اللي نحن نحافظ عليها في البيئة الإذاعية. وأنا من بدايتي واستلمت مهامي كمديرة للإدارة، أنه أنا مش مهم الإدارة أن أنا أسوي معاملات، المهم أن أضبط عملية تواجد أخواتنا وبناتنا في العمل الإعلامي بتوجيههم. كيف أنت إلى المحافظة من خلال دورك أنت مديرة المحافظة؟ أول ما تجي الوحدة تتقدم، البنت السعودية اللي تجيكم تتقدم للعمل الإعلامي، إيش تقولوا لها وإيش المتطلبات اللي تحددونها؟ أنا عندي طبعت صفحة المتطلبات المهنية اللي هي قلت لك اللغة والقدرات وشغلات. بعدين أنا أيضا في هناك أشياء لازم تراعيها، هذا من المقابلة الشخصية، مكتوبة أو غير مكتوبة، من المقابلة الشخصية الأولية، أنه نحن هذه بيئتنا، لأنه نحن لنا إدارة مختصة ما يدخلها الرجل تماما إلا يطرق الباب وفي جرس. أيضا نتعامل في الأستوديو، يعني ما توصل المرأة في الإذاعة إلى مكاتب المكاتب الرجالية، لا تجلس في المكاتب الرجالية، لا تتواجد. هل هناك متطلبات لنوعية اللباس؟ نعم، هذه منها أنا أقدمها، هذا ترى وضعنا، أنه نحن نلتزم بالحجاب، أن نحن ملابسنا تكون مناسبة جدا، لا وجود للزينة المبالغ فيها، لا يمكن إخراج الشعر أو يعني التخلي عن الطرحة، المشية المحترمة، عدم التوقف في الأسياب والحديث مع من ليس له علاقة، عدم التواجد في المكاتب. يعني في تعليمات صارمة صراحة وقوية، وعلى الوحدة لما تجي يبدو أنها تعرفها وتدرك أنها في مكان محترم. الهدف، وأنت قصدك أنه الصورة التي لدى بعض يعني اللي أشرت لها الأستاذة أو الدكتور رقية المحارب لم تكن كما هي فعليا موجودة؟ إحنا عندنا، هي تكلمت عن أشياء خارج المملكة في الإعلام العام، أنا ما أعرف عنها في دول أخرى، إحنا ما لنا، ما يهمنا إن نحن نحكم على الآخرين، إحنا نحكم على بيئتنا.